جميلة لعند فيصل عمي قدور مراوغات جميلة ديال فيصل عيب كانوا باش يمرر تمرير الأرضية فرصة فرصة مشات الكرة لعند كاحيل كاحيل تمريرة جميلة فرصة فرصة هدف كل لاعبين التونسيين داخل منطقة الجزاء علالي علالي بإمكانية تمرير هدف لكن الكرة مرات محادية تعتقد بأن ضربات الكرة بأحد اللاعبين وخدعات الحارس لأنها مرات محادية للمرمى ضربة زاوية بسرعة تنساد الإعادة تلاحظوا لأن اصطدمت الكرة بالرجل ديال أحد اللاعبين وما مشاتش بعيد آخر كرة عالية تباسية هدف هدف ديال الوداد هدف الوداد ما كانش هناك اصطدام بحيث انه الحركات ديال الحكم كانت واضحه تطلب من الحارس شكري الوعر باش يواصل المقابله العلالي العلالي يحاول يروح في الجهه اليسرى بامكانه يمرر بمحاوله يكون هناك خطا او ضربه زاويه بل ضربه زاويه لفائده الوداد فريق الوداد كرة دائرية تمشي دائما الكرة خطيرة لفائدة الوداد ترفع كرة عالية جدا علالي براس ما تمكنش من الكرة دائما عند باص عمي قدر تخدم ولكن تجي عند اللاعبين وتيتخطى الكرة تمشي للزاوية خابة العلالي العلالي رضوان مروعة جميلة ديال رضوان رضوان بإمكانه باش يمر شنو غيعمل مروعة ديال رضوان العلالي 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 تيمر تمريره جميله ديال الهلالي ولكن باقي مخرج الكره دائما الكره خطيره لكن في هذه اللحظه هذه تخرج الكره خارج خط المرمى مع اللي تشاهدوا الان كل واحد فيهم تيبان له بانه الى قذف غادي يسجل بعيده ديال العلالي ضربه المرمى لفائده بعيده بعض الشيء